مش هركز خالص على السيرجيكال تكنيكس تقريبا اولموست يعني خالص، لكن انا يهمني نعيش الاجواء البيدياتريك كاتاركت. البيدياتريك كاتاركت ده عالم عاوزين نعيشه شويه. فاذا كان البرزنتيشن النهارده بتتكلم على الديفرنسز بين البيدياتريك كاتاركت والادلت كاتاركت، الحقيقه السؤال الاصح من كتر الديفرنسز دي ممكن يبقى ايه السيميلاريتيز اصلا ما بين البيدياتريك كاتاركت والادلت كاتاركت. فانا هلخص لكم شويه حاجات كده، ايه الفرق بين عين الطفل اللي داخل يعمل كاتاركت وبين الادلت اللي بيعمل الكاتاركت. في اربع فروق جوهريه دي هتحركنا وهتفرق معانا في الورك اب بتاعنا. اول حاجه ان العين لسه بتكبر، ادي اول تشالنج بيقابلنا عن الادلت كاتاركت. التشالنج الثاني ان احنا في الامبليجينيك ايج، فعندنا عدو كبير مونستر بنواجهه طول ما احنا بنعالج العيان. حاجه شبه الدكتور حازم كان بيقولها كده، العيان ده عيان كرونيك، عيان قاعد معانا جه من هو ممكن لحمه حمراء عنده اسبوع ونقعد معانا لغايه البيت دي ما تكبر ونجوزها. Loss of accommodation. طب ما الادل كاتت في loss of accommodation، بس الطفل كان متوقع يعيش باكوموديشن يمكن 40 سنه، لكن الادل هو غالبا احنا بنعمل سيرجري في عيان بريسبيوب، يعني موضوع loss of accommodation شيء متوقع وما خسرش حاجه كبيره، لكن في الطفل دي حاجه كانت متوقعه وكتير بتتنسي واحنا بنمانج الاطفال دول. اخر حاجه الهاي انفلاماتوري رياكشن في بوست سيرجري. دول اربع حاجات ميجور فروق بين البيدياتريك كاتاركت والادلت كاتاركت اللي بالتالي هنبني عليها حاجات. فعندك مثلا الاي ستيل جرومينج، احنا لازم نبقى فاهمين ان الريفراكتيف ايرور بيحصل تغيير فيها، وسيمبلي السيمبل از ان بيحصل حاجه اسمها مايوبيك شيفت، فدي لازم بحطها في بالي وانا بختار الاي او ال باور بتاعتي. الامبليجينيك ايج، فبالتالي ان انا محتاج كلير ايمج. الكلير ايمج اللي انا محتاجها دي محتاجه از ايرلي از بوسيبل، ما ينفعش استنى عليها فتره طويله، وفي نفس الوقت محتاجها طول الوقت، يعني انا محتاجها دلوقتي واتاكد ان طول الوقت الكلير ايمج دي موجوده. ظهر لي بي سي او لازم اتصرف فيها بسرعه، الريفاكتيف ايرور اتغير لازم اظبطه. فانا عندي تشالنج، عندي حاجه ضغط عليا من اول يوم جالي العيان ده لغايه ما عدى السن الخطر. وطبعا ديفنتلي احنا محتاجين ابليف ثيرابي طول ما احنا ماشيين في المانجمنت بتاع العيان ده. اللوس اوف اكوموديشن، يعني ما ننساش ان احنا مش بس عايزين بس فيجن فور ديستنس، لا كمان عايزينه في النير. في كلمه شهيره بنتعلمها من واحنا في سنه رابعه، ان الطفل عنده 6 12 او ايفن 6 18 بالكاتاركت يمكن احسن من ال 6 6 بعد ما نعمل له السيرجي. والاكوموديشن دي احد اهم الاسباب اللي اتقالت فيها المقوله دي، وتش اي اجري بون. بوست اوبتيفلي تي، اهميه ان انا عنده بيخسر الاكوموديشن في ان انا بوست اوت ما انساش الطفل ده اراعي النير بتاعته. الطفل الصغير او البري سكول او خلينا ننزل خالص لغايه الانفنت، حياته معظمها نير. فانا لما بديله سواء كونتاكت لينس او جلاسز، انا مش بتارجت الديستنت فيجن، لا انا لازم ازود له، بديله اوفر بلاسنج، ممكن ازود له درجتين زياده او درجه زياده كل ما كان صغير، لان حياته معظمها بتبقى نير. واول ما كبرنا ولما بنكبر يعني يوصل لغايه سكول ايج، انا بحتاج اعمل البسه باي فوكل او ماتي فوكل. هي الصوره اختفت، حد عنده معلومه ليه الصوره اختفت؟ اللابتوب شغال قدامي، اشتغل اهو. طب الحمد لله ان احنا في السكول ايج بننسى، ودي حاجه كتير قوي كتير قوي بتشوف اطفال بلاتر سودوفيكيا وسكول ايج وتشكوى ان هو مش بيكتب كويس. ما هو لابس الديستنس كوركشن، لا ما ننساش لو سمحتوا لازم نراعي النير كوركشن. الهاي انفلاماتوري رياكشن اللي احنا بنقابله، فبالتالي انترا اوبرتيفلي لازم اراعي الستبس بتاعتي. اي لمسه للايرس وانا شغال بالذات في العيال الصغيرين قوي 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 دول، بنتكلم على نيو بورنز، اي لمسه للايرس بتفرق جدا وبتدي هاير انسنس اوف بوست اوبتيف انفلاميشن. وطبعا الستيرويدز دي حاجه جوهريه في المانجمنت بتاع العيان دوت بكل الانواع وبكل الطرق. وما ننساش الستيرويدز الكتير اللي بنديها، وما ننساش ان احنا الميدرياتيك حاجه مهمه جدا في التعامل مع دول. فدول الاربع حاجات المهمين ان نحطهم فينا، اللي بناء عليها هنحط الستيب وايز مانجمنت. لما يجي لي الطفل عنده كاتاركت، ايه المانجمنت اللي انا همشي، الستبس اللي انا همشي عليه. ستبس كتير قوي قوي قوي، خليني حجري عليها بسرعه. انا مش البيدياتريك كاتاركت عايزه كورسات مش بس محاضرات، لكن ناخد هايلايت، عايز اعلم على كام نقطه تكون في بالكم. البيشنت اسسمنت، الايتيولوجي بتاع الكاتاركت ده لازم يبقى عارفينه، لان في اسوشيشنز كتيره. اسوشيشنز دي في منها جزء سيستميك، في منها جزء اوكلر. الانديكيشنز اوف سيرجي، امتى اقول انا هعمل سيرجي وامتى اقول لا انا هستنى، والتايمنج، وامتى البروبر تايمنج اللي انا ادخل فيه. الكاونسلنج بتاع العيان دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، انا هاجلها لاخر البرزنتيشن بحيث نكون عشنا الاجواء عشان نبقى عارفين انا المفروض اشرح للعيان ده ايه. البري اوتيف اسسمنت مهم جدا سواء اوكل او سيستميك. البلاننج والتايب اوف سيرجي، ايه نوع السيرجي اللي انا هشتغلها واشتغل فيها ايه. الاي او ال عليها كلام كتير، ليها سلايدز لوحدها.
الانثيزيا التكنيك اوف سيرجري البوست اوبرتيف كير فيه كلام كتير الافيكيا والكوركشن بتاعها الامبليوبيا تريتمنت هتبقى ماشيه معانا طول ما احنا العيان ده عايش معانا والريجولر تشيك اب مهمه ما ننساش ما بعد السيرجري انا هايلايت شويه سم اوف ذيس فاكتورز بس البيشنت اسيسمنت طبعا الهيستوري كله بما فيه الفاميلي هيستوري الاكزامينشن ما ننساش السيستميك في كتير من حالات البيدياتريك كاتك ليها سيستميك اسوشيشنز مهمه فالعيان ده بنحتاج نعمل له ريفيرال للبيدياتريشن يعمل له سيستميك ايفالويشن ده احد الامثله الشهيره عيان جالنا اويد دروبلت كاتراكت بتبقى معاه حاجه اسمها جالاكتوزيميا الجالاكتوزيميا ده فيه انزيم مش مهم اسمه ده لو انا ما شخصتوش العيان ده يعني هيبقى عنده مشكله خطيره لكن انا لو لحقتها والولد ده بدا ياخد تريتمنت للجالاكتوزيميا انقذت حياته دي حاجه ثانيا الكاتراكت نفسها هتبقى ريفيرست الاوكر اسوشيشنز في دول اعداء انا احذركم منهم دول اعدائنا في حياة البيدياتريك كاتراكت البي اتش بي في المايكروفثالموس الكورنيال اوباستيز هي زي البيترز والحاجات دي دول حالات الحقيقه الريلي ريلي تشالنجينج ومن الحاجات اللي بتتعبنا جدا ونبقى زعلانين وحاسين البرونوز فعلا مش هيبقى كويس حالات البي اتش في على المنظر ده وانا داخل العمليه لما انا عارف ان انا هلاقي فيسز زي كده وده بنشوفه كتير لازم ابقى جاهز لازم ابقى جاهز باندو دايفيرمي لان ده ممكن انا وانا بقطع وانا بشيل الكلام ده وانا بعمل الاوكيتوم بلاقي اكتيف بليدنج دي فيسلز فيها بلاد فبيبقى اكتيف بليدنج فلازم ابقى جاهز بحالات اللي زي كده بالاندو دايفيرمي عشان ما يحصليش يعني ديزاستر وانا شغال طيب ايه الانديكيشن اوف سيرجري لما نوصل لمرحله انها فيجوالي سيجنيفيكانت وكان كوزا سيجنيفيكانت امبليوبيا يعني دانس مغطيه ريد ريفلكس في الاندريت بيبل عشان كده العين ده يبقى اكزامند في الاندريت بيبل وفي الدريت بيبل اسوشيشن اوف ستروبيزمس او نستاجمس دي هي النقطه دي على طالع على كويشن مارك اللي هي التحفظ عليها مش كل طفل كاتراكت وستروبيزمس يبقى ده اكيد انديكيتيف فور سيرجري لا ممكن يكون لسه فيها كلام زي ما هقول دلوقتي طبعا شكل الاوباستي كلنا عارفين انها لو واخده مساحه كبيره لو واخده 3 مللي لو ناحيه البوستيريا ناحيه النودال بوينت بتبقى اكتر لكن البارشل اوباستي لازم اقف عندها واقول تيك كير لازم ناخد بالنا احنا بنتكلم في مش كل بارشل اوباستيز كتير من الحالات بتلاقي شويه اوباستيز هنا على هنا او حتى في النص مش كل بارشل اوباستي هتعمل لازم يكون مأثره على الفيجن اقل من 6 12 بس انا عايز احكي لكم على سيناريو متكرر بنشوفه كتير في عياده البيدياتريك اوفثالمولوجي طفل جاي 66 عنده كاتراك زي مثلا في الصوره ديت وسكيديت في سيرجري تعمل ريفراكشن وريفراكشن هنا بتكلم على مانوال لو تريف عمره ما هينفعك في حالات البارشل اوباستيز مانوال ريفراكشن تلاقي استجماتيزم تلاقي مايوبيا تصلح له الكلام ده اديله نظارته اعمل له امبليوبيا ثيرابي وتجي لك في الفول اب تبص تلاقي وصل 6 9 تس نوت فيجوال سيجنيفيكانت وما تحتاجش تعمل له عمليه اصلا فلو سمحتوا تيك تايم وتيك كير في حالات البارشل اوباستيز السيرجيكال تكنيك مش هقدر استفيد فيها لان الموضوع طويل قوي وعايز له حدوته لوحده الوند شكله مختلف والديفورميشن بتاعته وازاي تخش فيه ازاي تشيل لينز الاي او ال والكلام بتاعها يعني تخش بارس بلانا هتخش الليمبا كورنيال ازاي تشيل لينز الريكسس مختلفه عارفين كلنا الكبسول بتاع الطفل مختلف الاستيستي مختلفه برونتو اكسباند الاي سي بي في باك بريشر عالي على طول عاوز اكسباند كل دي حاجات لازم بنراعيها واحنا شغالين البوستيريو كابسولك امتى اعمل بوستيريو كابسولوتومي او بوستيريو كابسولكسس واعمل انتيريو فيتريكتومي احنا عارفين انها روتين لنسبه البي سي او في الانفنتس 100% فانا برضو لازم اراعيها ومحتاجها تتعمل طب هل امتى وامتى السن ده انا اعمله يعني اني سن سؤال كتير بنتساله امتى السن دول خلاص انا مش محتاج اعمل الكلام ده هو سيمبلي لما تقدر الطفل يقعد على جهاز الياك واقدر بسهوله لما يجي له بي سي او ان انا اشيل هولو بالياج ليزر السوتشنج اوف ذا وند سوتشنج وند زمان كان ماتر اوف كونتروفيرس النهارده ما فيهوش اي كونتروفيرسز ايفيدنس بيز ميديسن السوتشنج مهمه كل فتحه فتحتها في الطفل ده لازم تقفلها بسوتشر السايد بورس لازم تتقفل ترك الحاجات ديت مع الفيش ماوثنج اللي بيحصل في عين الطفل is higher incidence of endophthalmitis has been proved البيريوكولار انجكشن اوف ستيرويد ما ننساش زي ما قلنا الطفل ده يعني بيديله كميه ستيرويدز كبيره قوي يعني تحت حد سيرجي صغننه كده المنظر اللي قدامنا على الشمال اللي شغال ده انا بوريكم ازاي الحاجات اللي بنشوف انواع واشكال مختلفه جدا من الكونجيتال كاتراكتس يعني ده واحده من اللي اسمها حاجه اسمها بوستيرو لينتيكونس بوستيرو لينتيكونس زي ما احنا شايفين كده في ليفل هتلاقوني باخد بالفوكس بقرب وببعد دلوقتي انا داخل جوه خالص بالفوكس الحته الاوباسيتي ورا خالص بوستيرير وفي قبلها البداية اللينتيكونس لورا فحقيقة بنشوف فاريشن كتيرة ودي بتفرق قوي في السيرجي ان لازم ابقى فيري كيرفول وانا بعمل الهيدرو دايسكشن بتاعي فبنشوف اشكال وانواع مختلفة من بدايات الكاتريت وكل واحدة ليها التيب بتاعها الريكسس مختلفة انا حقيقة بفضل برضو مش عارف ليه بيحب يختفي يعني
الريكسس الحقيقه بفضل جدا المايكرو ريكسس، بيفرق كتير قوي. احنا من ضمن التشالنجز الاي سي يبقى لوست واحنا شغالين، ده حاجه من التشالنجز اللي بنشوفها كتير. فالمايكرو ريكسس بيديني فرصه اخش من ووند اصغر، فالحقيقه بيفرق في البروجنوزز بشكل 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 كبير. زي ما انتم شايفين مجرد شده خفيفه ممكن بسهوله جدا ان هو يكسباند، ولما يكسباند لازم اخلي الشد الانجل الحقيقه بتبقى صغيره قوي غير الادلت، الانجل بتبقى صغيره عشان اخلي دايما البول بتاعي في اتجاه السنتر، او يعني قبل اتجاه السنتر كمان. طيب انا شلت الكاترايت، الافيك اللي سبتها دي اعالجها ازاي؟ نظاره كونتاكت لينس اي او ال سواء برايمري او سكندري بعد كده اعملها. كان ما انساش حاجه بسيطه جدا، ان حتى ان قرار الاي او ال لما اعمله ده مش معناه ان العيان مش هيلبس نظاره، اي او ال ونظاره لازم بعد كده لازم يبقى فيه ريزيدوال اماونت، واللي طبعا بتتغير الباور مع الوقت. طيب امتى ازرع اي او ال؟ دي فيها كونتروفيرس كتيره، بس في حالات اليونيلاترال بتشجع في سن اصغر ان انا ازرعها، لان اليونيلاترال افيك من الحاجات اللي هي متعبه جدا في الامبليوبيا بتاعتها. معظم الناس بعد 6 شهور او سنه بتبتدي تاخد القرار انها تزرع. التارجت باور من الحاجات الفيري هوت وفيها كلام كتير، وبنسال دايما طب انت تزرع ايه هنا؟ تحط الباور كام؟ اول حاجه ايه الفاكتورز اللي بيزد عليها انا بقول انا الباور اللي هزرعها للعيان ده كذا، انا هتارجت الريفراكشن يكون كذا. السن اول حاجه، كل ما كان صغير كل ما تارجت هايبروبيا اكتر، انا متوقع ميوبيك شيفت اقوى. الريفراكشن بتاع العين الثانيه ما ينفعش اقول انا بتارجت بلس 4 مثلا والعين الثانيه ماينس 6، ما ينفعش. فالاذر اي هيهمني جدا. الكومبلاينس مهم، الطفل اللي انا بعمله في قافله وهيمشي ومش هشوفه ثاني احاول اقربه من الايميتروبيا، عشان الهايبروبيا اللي هحسبها له بلس 4 دي هحسبها له وهيستعمل النيد محتاج 3 كمان، يعني البلد ده محتاج نظاره 7 ودي امليجينيك بشكل كبير، فالواد ده محتاج نظاره بعد العمليه، فاللي هيشوفه مره وهيمشي بعد كده مش هشوفه تاني ده اخاف منه، فانا اتارجت اكتر ناحيه الايميتروبيا عشان احاول الحق الحكايه دي. فالمختصر ان انا براعي البالانس ده، انا اتمنى ان يطلع العيان بعد السيرجري ايميتروب عشان الامليوبيا ما يبقاش ريفراكشن امليجينيك، لكن في نفس الوقت انا عارف ان في ميوبيك شيفت عالي، فانا عاوز اطلعه هايبروب علشان فيوتشر ما يبقاش فيه فيوتشر ميوبيا. الفيوتشر ده على فكره ساعات قريب قوي، ساعات في خلال سنتين ثلاثه تلاقينا عندنا ميوبيا ماينس 10، في ناس عندهم ميوبيك شيفت بيبقى عالي قوي. فالستيتمنت دي هي اللي وصلنا لها. احنا كل جايد لاين جديده بتطلع في امتى الباور التارجت باور بتاعتي بتمشي في اتجاه الايميتروبيا، عشان القاعده دي ان ليت ميوبيا من غير امبليوبيا او بامبليوبيا قليله احسن كتير قوي 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 من ليت ايميتروبيا وانا عندي ديب امبليوبيا. فرحتي بواحد الريفراكشن بتاعه زيرو بعد ما كبر وبقى تينيجر وهو 1 متر والامبليوبيا عنيفه، لان كان متساب بلس 6 وبلس 7 وهو صغير. فدي قاعده الاتجاه اكتر ان احنا نسيب هايبروبيا قليله ونلبس العيان نظاره عشان نعوض الهايبروبيا دي ونساعده، خصوصا ان احنا عارفين انه ما عندوش اكوموديشن. النظاره بتاعت الافيك لو سبتها كده راح يروح العيان لاي محل نظارات هتلاقيه راجع لك بكوره قد كده، لو مديله بلس 16 او بلس 17 هتلاقي كوره كده ضخمه كده. لا لازم في عدسات مخصوصه للعيان الافيك دي حوالي بلس 16 وبعيد، لازم اتاكد انها ما بتلمسش اللاشز وهي بتفتح عينه، فمش اي نظاره افيك بتنفع. الكونتاكت لينس من الحلول اللطيفه والجميله، ما اقدرش نعديها من غير ما ادي اكبر ستاري اتكلمت في الموضوع ده، الانفنت افيك تريتمنت ستاري اللي اتكلمت على عدد كبير من الاطفال في سن اقل من 7 شهور نزرع ولا نعمل كونتاكت لينس. الحقيقه الستاري باختصار شديد قالت ان ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس في الفيجوال اكوتي ما بين الاطفال اللي خدوا اللي زرعوا اي او ال في السن دوت او اللي اتعمل لهم كونتاكت لينس، لكن الحقيقه الاي او ال جروب عنده هاي ريت اوف كومبليكيشنز، عشان كده ناس معظم الناس ما بتحبش تزرع في اقل من 7 شهور. بس اللي قرر يعمل كونتاكت لينس لازم تبقى فاهم القصه، ما هياش ستاندرد زي الادلت، لا بتختلف في كل سن له البيس كيرف والدايمترز المناسبه ليه. البوست اوبتيف كير عندنا الانستراكشنز اللي بنديها للعيان مهمه، من اول الاي شيد لازم ناكد عليه، والاي شيد ده لازم يتحط حتى بالليل وهو نايم، دي لازم تتقال ستيتمنت واضحه، في ناس بتشيلها وهو نايم، لا طبعا ده يهمنا يتحط بشكل كبير. وازاي نحط القطره، ازاي ما نضغطش على العين، احنا بنحط قطرات كتير، احنا بنحط حاجات كل ساعه، فلازم انستراكشن واضحه للاهل ازاي يحطوا القطرات. ريستريكشنز وورنينج ساينز يمكن معظمكم عارفينها. الميديكيشنز بتشرح للعيان بشكل كويس، الفولو اب اللي بعد كده، واهم حاجه انا بدور على ايه في الفولو اب، انا لما اجي العيان سواء اول زياره او بعد كده ايه الحاجه اللي مهمه قوي 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 ان انا ادور عليها. الاكزاميشن اندر ثيزيا مثلا، كتير بندخل العيان بعد مثلا شهر او اكتر نعمل لهم اكزاميشن اندر ثيزيا، بدور على انترا اوكرال بريشر. الانترا اوكرال بريشر من الحاجات اللي لازم نفضل عامل لها مونيتورنج سنين وسنين طويله. فالانترا اوكرال بريشر لو في سوتشز نشيلها، الفندس طبعا والريفلكشن بنعمله. طب ليه الانتراكرال بريشر مهم؟ لان اللي بوست اورتيف بيريد لغايه ديكيدز اند ديكيدز،
كل ما تعمل longer follow up كل ما تكتشف حالات جلوكوما اكتر. كل الستاديز اللي ادت ارقام اكبر هي اللي ادت follow up اطول. في من اشهر الستاديز بتتكلم عن نسبه 59% او even اكتر من نسبه الجلوكوما بس انت تابعهم فتره طويله. الامبليوبيا مهمه في جزء منها قبل العمليه في البارشل كاتركس اللي احنا شرحناه، وطبعا بعد السيرجي لازم نبتدي نشتغل سواء بالباتشنج واللي هو طبعا هي الجولد ستون، او في بعض التريكس الظريفه اللي بنعملها في حالات اليونيلاترال افيك. احنا دي نظاره فيها بايلاترال افيك كوركشن، هو يونيلاترال كاتركت بايلاترال الكوركشن بديله الاثنين بلس 15 الاثنين بلس 16 ويلبسها هاف ذا ويكينج تايم، فالنص الوقت هو لابس النظاره شايف بالافيك كويس والثانيه فوجت كنوع من الاوكلوجن ثيرابي، والنص الوقت الثاني شايل النظاره فبيستعمل عينه الكويسه. دي برده احد الطرق اللي احنا بنعملها. البيشنت كونسلنج بقى هي دي اللي يعني من الحاجات اللي هختم بيها، مهم قوي قوي شرح مع العين. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. العين ده كومبليتلي ديفرنت عن الادلت. عين الادلت هيجي هيت اند رن، هيعمل عمليه سريعه وجميله وبعد يومين ثلاثه ينزل شغله، قصه حلوه وجميله ومش هتشوفه ثاني وسلام عليكم. القصه هنا مختلفه تماما تماما. العيال دي فاميليز، انا عارف يعني كل عيان جاي لي وهو قد كده ده فاميليز، انا عارف الفاميلي كلها. فالحقيقه الكونسلنج اول حاجه بقولها في الكونسلنج لازم تبقى فاهمين، بقول الاهل مفيش اي علاقه بينها وبين الادلت كتر، لان هقعد اهري وادي له في انستراكشنز وهندخل وهنفك غرز وهنتابع الضغط، والضغط ممكن يعلى وهنزرع عرسه بعد كده وبعد عرسه دي ممكن نغيرها، كلام كلام كلام. يروح يقابل جده يقول مين قال الكلام ده؟ ده انا عامل العمليه دي من سنتين، جد الولد انا عامل العمليه دي من سنتين ما خدتش 10 دقايق ورجعت شغلي بعد يومين، دكتور ده بيكلمكم في كلام غريب جدا، وغرز ايه وايه الكلام اللي بيقوله ده؟ فلو سمحت انا من الاول لازم اقطع عليه الحكايه دي، اقول له يا جماعه لو سمحت الولد ده عنده حاجه، كلمه انها ميه بيضاء تشابه اسماء بينها وبين الادلت، الموضوع مختلف تماما. الحمد لله. لازم اشرح له البنفيتس والريسك اللي عندنا، الهازرز اوف ديلينج ذا سيرجري. ده مش واحد بقول له عايز تعملها السنه دي السنه الجايه براحتك، لا لازم افهمه احنا لو اتاخرنا سيرجري ايه اللي هيحصل. الوقت جري مني انا اسف. ليه ومش هزرع وليه مش هزرع، البوست اوبرتيف بيريود لازم اشرح له البوست اوبرتيف هنمشي عليه، ولازم اقول له ان احنا هنحتاج نعمل اكزامينشن اندر انستيزيا سيفرال تايم، والهاي بوسيبيليتي اوف سكند سيرجري بشرحها له. وده تيك هوم مسج يا دكتور يحيى، وللاسف اذا كنت طولت عليكم بس هو الموضوع كبير وعندي كام مسج عايز اوصلها. دي الاربع حاجات اللي قلنا عليها، الاي لسه بتكبر فبالتالي لونج فول اب عشان الريفاكتيف تشينجز، الامبليوبيا امبليوجينيك ايج ده فبالتالي بنعمل امبليوبيا قبل وبعد السيرجري، الاكوموديشن فما ننساش ارجوك والعيين دول نديهم كوركشن فور نير، واخيرا الهاير انفلاماتوري ريأكشن فبالتالي افويد الايرس تاتش وهيفي ستويدي هيفي سترايز وتشيك ذا انتر اوكرا بريشر لونج بعد السيرجري. فاتمنى اكون حاولت اوصل لكم ونجحت ان اوصل لكم واقول لكم ان الادلت كاتركت مختلفه فعلا فعلا عن البيدياتريك كاتركت. ثانك يو، وانا اسف طولت عليكم.